استسلام اهل مكه لما راى ابو سفيان حجم جيش النبي صلى الله عليه وسلم عشره الاف مقاتل علم انه لا طاقه له بقتال النبي صلى الله عليه وسلم ووافق على الاستسلام فذهب العباس بابي سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم له مكه فلما دخل ابو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى الاسلام فاسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي سفيان من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن دخل المسجد فهو امن ومن اغلق عليه بابه فهو امن رواه ابو داود واسناده صحيح ثم انطلق ابو سفيان واجتمع باهل مكه واخبرهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا طاقه لاحد به وأنه لا نجاة لأحد يخرج من بيته. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك لدخول مكة، وقال لأصحابه: «لا تقاتلوا إلا من قاتلكم، ونهاهم عن قتل النساء والصبيان».